لم تكنِ الأمورُ في مدرسةِ التلالِ الليليةِ تسيرُ على ما يُرام. تكوَّرَ ثعلبُ الرِمالِ روبل في مقعدِهِ، ومعَ كلِ اقترابٍ لنهايةِ الدوامِ كانَ خفقانُ قلبِهِ يزدادُ. تُرى، أسيأخذونَ طعامَهُ اليومَ أيضاً؟ وبالفعلِ حدثَ ما كانَ يخشاهُ روبل. فقد وجدَ الثعالبَ الحمراءَ تنتظرهُ أمامَ بابِ المدرسة. كان حجمُ روبل ضئيلاً بالنسبةِ إليهم، فكان يبدو كالقطِّ الواقفِ أمامَ النمور، وكان يعلمُ بأنَّ لكمةً واحدةً منهم ستطيحُ بهِ بضعةَ أمتار. لذا لم يُحرِّكْ ساكناً. ولم يصدر اي صوت قال احدهم كيف حالك اليوم ايها الهزيل بعدها شدوا حقيبته منه واخرجوا منها حصه الطعام التي خباها فيها ثم مزقوها ورموها في الهواء وقبل ان يرحلوا اقترب منه الثعلب الاكبر بينهم قال لروبل تستطيعُ أنْ تأكلَ حصَّتَكَ في المدرسةِ، ولكنَّكَ غبيٌ بليدٌ تتركُها في الحقيبةِ كي نأخذَها منك. جرَّ روبلو حقيبتهُ الممزقةُ وعادَ إلى البيتِ. نظرتْ أمُّهُ في عينيهِ وقالتْ: فعلوها اليومَ أيضاً، أليسَ كذلكَ؟ لم ينبسْ ببنتِ شفا. بل أجهشَ بالبكاءِ وارتمى بينَ أحضانِها. وهكذا مرَّ يومٌ آخرُ على روبلا وأمِهِ بلا طعامٍ، فالثعالبُ الحمراءُ الكبيرةُ تستولي على كلِّ دجاجِ القريةِ، وأبناؤُها تستولي على حصَّةِ روبلا المقدَّمةِ له في المدرسةِ. قالت الام ساذهب معك وسنشكوه من المدير مره اخرى اطرق روبل راسه وقال سيقول ما يقوله كل مره في مدرسه التلال ينتصر الاقوى م. عقبت عندها الام اذا فلا خيار اخر امامنا لم يكن وداع البيت الذي قضى روبل فيه طفولته سهلا لكنه لا يريد أن يصبح هزيلا أكثر وأكثر بسبب الجوع فالحشرات وجذور النباتات التي كانت تجمعها أمه بالكاد تقيم الأود مشى روبل وأمه في طريق صخرية وعيرة وصعدا تلالا رملية وظل روبلو يفكر طوال الطريق في شكل البيت الجديد والمدرسة الجديدة كان المنزل الجديد ضيقا ومشبعا بالماء لذا كان روبل محبطا ودعته أمه وهو ذاهب إلى المدرسة فقال أرجو أن تكون المدرسة أفضل حالا من مدرستي القديمة وفي مدرسه الرمال الجديده كانت المفاجاه كان اغلب الطلاب من قطط الرمال وكانوا لطفاء جدا لكن الاهم من ذلك ان المدرسه خاليه من الثعالب الحمراء وعندما حان وقت الغداء قدموا لكل طالب ثلاث دجاجات فرك روبل عينيه غير مصدق التهم دجاجه بلقمه واحده وخبا دجاجتين لياكلهما مع امه في البيت قضى روبل في مدرسته الجديده حياه لم يكن يحلم بها كان جميع الطلاب يحبونه وصار لديه العديد من الاصدقاء الا ان القط هارون كان الاقرب الى روبل اخذا يدرسان ويلعبان معا وفي يوم من الايام حدث ما لم يكن في الحسبان قبل ان يدخل روبل الى فصله اصطدم بقوائم حمراء كبيره رفع راسه فراهم يبتسمون ابتسامتهم الماكره لسوء الحظ كانت مدرسه التلال بحاجه الى اصلاحات دوريه فنقل جميع طلابها مؤقتا الى مدرسه الرمال تجمد روبل في مكانه وهو يسمع عباره تقول ها انت مجددا ايها الضئيل الضعيف وقبل ان يمسكه ثعلب احمر من رقبته تقدم المعلم وطلب من الجميع الانصراف الى اماكنهم تنفس روبل الصعداء قليلا لكنه كان يعلم بان اياما عصيبه ستعود لمواجهته لاحظ هارون القلق في عيني صديقه فأمسك بيده وقال لن يحزمون يا صديقي انطلق الرفيقان كالسهم بعد انتهاء الدوام وصعدا تلة بعيدة أطرق روبل رأسه وقال لا أريد أن أنتقل إلى مكان آخر قال هارون دعنا نفكر بطريقة تجعلهم يهابوننا هنا لمعت في رأس روبلا فكرة لقد تذكر أنه رأى الثعالب الحمراء ذات مرة تلكز الضريبان بعود خشبي فما لبث أن أصدر رائحة كريهة جعلتها تهرب لا تلوي على شيء وفي بيت روبل فتح الصديقان كتاب الكيمياء وراحا يجربان صنع المركبات ظلا ساعات وساعات حتى صنعا في النهايه مركبا له رائحه كريهه تشبه رائحة الضربان الدفاعية ووضعاه في كرات صغيرة تساءل روبل هل سينجح هذا؟ وفي اليوم التالي بعد انتهاء الدوام خرج روبل من المدرسة لكنه تفاجأ لعدم مصادفته الثعالب الحمراء ابتسم بارتياح وقال <applause> يبدو انهم قد رجعوا الى مدرسه التلال جلس في مقعده منتظرا قدوم هارون تاخر هارون كثيرا قفز روبل من مقعده فجاه وقد ساوره احتمال افزعه وجرى بسرعه البرق الى التله حيث وجد هارون كما توقع وقد قيدته الثعالب الحمراء بالحبال وقبل أن ينال هارون منهم أول لكمة صرخوا ما هذه الرائحة وهربوا وقد تفرقوا كالفئران وفي اليوم التالي عادت كل الامور تسير على ما يرام في مدرسه الرمال よっしゃ